وللمزيد من المتابعة حول أعمال اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة ينضم إلينا من مقر المجلس بالقاهرة مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية ضعنا في تفاصيل اليوم الثالث لعمل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وأيضا أبرز ما جاء من مناقشات بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين. تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل أروقة مجلس النواب بالقاهرة بالقصر العيني، حيث انعقدت منذ قليل اللجنة الخاصة البرلمانية لمناقشة ودراسة برنامج الحكومة الجديدة. وإذا تحدثنا عن هذه الجلسة، هي الجلسة الخامسة في اليوم الثالث على التوالي، وأيضا على مدار اليوم هناك جلسة واحدة يحضر فيها عدد من الوزراء، منهم وزير التنمية المحلية وأيضا الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، وأيضا وزير المجالس والشؤون البرلمانية المستشار محمود فوزي، وهناك أيضا العديد من الملفات. وكانت هناك كلمة للمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تحدث عن الإجراءات المتبعة في هذه الجلسات في منح الوزراء الحاضرين أكثر من 20 دقيقة لشرح برنامج الوزارة وأيضا السياسات التي سوف تتبعها الوزارات في الفترة المقبلة، ومن ثم تبدأ تعقيب النواب والتعليقات الخاصة والاستفسارات أيضا الخاصة بالنواب من خلال هذه الجلسة. منذ قليل انطلقت هذه الجلسة بحضور عدد من الوزراء وما يقرب من 42 من نواب مجلس النواب، ويمثلون الكتل السياسية وأيضا الكتل البرلمانية والحزبية داخل المجلس، وأيضا رؤساء لعدد من اللجان منها الاقتصادية والتنمية المحلية وغيرها من اللجان الخاصة بمجلس النواب. هذا عن إجراءات اليوم والجلسة التي انعقدت منذ قليل من داخل اللجنة البرلمانية الخاصة. عودة إليكم. أشكرك جزيل الشكر رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر المجلس بالقاهرة.